2016 خلاص انتهت، والسنة دي كانت مليانة أحداث كتير في عالم الموبايلات، منها الكويس ومنها اللي كان كارثي ومحدش كان متوقعه وخسر شركته ملايين. وطبعا السنة دي نزل فيها موبايلات كتيرة جدا، وأكيد انت لو حبيت تلاقي أفضل موبايل فيهم هتكون محتار. وعشان كده احنا في الفيديو ده هنتكلم عن أحسن 5 موبايلات نزلوا في 2016. قبل ما ابدأ اتكلم عن الموبايلات اللي اخترناهم، لازم انبه ان الاختيار هنا هو عبارة عن تفضيلنا الشخصي، والسعر مش محطوط كعامل في الترتيب خالص، وهنتكلم عن كل موبايل من النواحي اللي بتميزه بس، لان اكيد انتوا عارفين امكانيات الموبايلات دي كويس. اول موبايل معانا هو الجوجل بيكسل. اول حاجة تميز الموبايل ده هو ان بيجي باندرويد خام نوبت، وكمان هيكون على اوائل قائمة اي تحديث جديد ممكن ينزل كعادة اي موبايل جوجل بتكون شريكة فيه، او زي ما بيقولوا السنة دي انهم صنعوا البيكسل لوحده. طبعا في ناس ممكن تشوف الاندرويد الخام مش ميزة، ولكن معظم اللي بيجربوا الاندرويد الخام بيتعلقوا بيه، وفي الاغلب بيبقى شيء مهم ليهم. وتاني حاجة هي الكاميرا ال 12 ميجا بيكسل الخلفية. احنا كنا اتكلمنا في فيديو لينا قبل كده عن ان ما ينفعش نقول على الكاميرا بتاعت البيكسل افضل كاميرا غير لما الموبايل يجربه ناس كتير ونحكم على جودة الكاميرا الحقيقية، والكاميرا بالفعل اثبتت جدارتها وانها من افضل الكاميرات. طبعا الموبايل بيجي ببروسيسور سناب دراجون 821، وده اعلى بروسيسور موجود في السوق حاليا، وبيتميز برضو ان ده اول موبايل ينزل ومساعد جوجل انتجريتد فيه بالكامل. بس الموبايل فيه برضو عيوب، وهي عدم وجود مكان لكارت الميموري، وانه مفهوش حماية ضد المية. تاني موبايل معانا هو الوان بلس 3T. انا بصراحة معجب جدا بشركة وان بلس وطريقتها اللي ماشية بيها في السوق، اللي هي تقدم لك موبايل ممتاز وبسعر خرافي مقارنة بالموبايلات اللي في نفس امكانياته او قريبة منه. وعموما احنا اتكلمنا عن الفكرة دي في فيديو لينا تقدر تشوفه من علامة الاي اللي هتظهر هنا. الوان بلس 3T موبايل ممتاز، طبعا بيتميز ب6 جيجا رامات، ودي بتخلي سرعته في المالتي تاسكينج كويسة جدا، وده بالذات بعد ما زودوا حجم البطارية فيه عن حجم بطارية الوان بلس 3 العادي، وبيجي بتصميم جذاب جدا ونفس البروسيسور بتاع الجوجل بيكسل اللي هو سناب دراجون 821، واللي قلنا انه اعلى حاجة في السوق حاليا. وافضل ميزة من وجهة نظري في الموبايل ده هو سعره الخرافي اللي 440 دولار. الموبايل طبعا فيه بعض العيوب اللي لو كانت الشركة قدرت تتفاداها كان هيكون موبايل شبه متكامل، وهي انه مفهوش مكان لكارت الميموري، وبرضو ان الكاميرا الخلفية كانت ممكن تكون افضل من كده، ولكن بالنسبة لسعره دي تعتبر عيوب ممكن تتغاضى عنها مقابل سعره الرخيص. ثالث موبايل معانا هو الايفون 7 بلس. الموبايل بيتميز بانه بيجي بكاميرتين، واحدة منهم بتدعي الشركة انها التليفوتو لينز، وطبعا انا عندي اعتراض على النقطة دي، وممكن تشوف الفيديو اللي هيظهر في علامة الاي عشان تعرف انا ليه معترض على النقطة دي. ولكن برضو الكاميرا بتيجي بمميزات في السوفت وير بتاعها، زي انك ممكن بدوسة واحدة تعمل بلون الخلفية اللي وراك كلها، وكمان حكاية ان الكاميرا بتعمل اوبتيكال زوم ده شيء عاجبني. ومن الحاجات اللي مش عارف اعتبرها في الموبايل ده عيب ولا ميزة هو الاي او اس 10، لانه هيكون ميزة للبعض وعيب للبعض الاخر. ولكن انا شايف ان الاي او اس بوجه عام حلو لاي واحد مش بيحب يغير في شكل موبايله كتير وبيحب يتعود على حاجة ويثبت عليها. عموما النقطة دي هنعمل عنها فيديو تفصيلي كمراجعة للاي او اس 10. وبرضو الموبايل ده يعتبر هو والايفون 7 مقاومين للمية. انا عارف طبعا ان دي مش ميزة، ولكن بالنسبة للايفون هعتبرها ميزة. وغير كده مفيش حاجة تانية تميز الموبايل ده. طبعا عيوبه سعر المبالغ فيه وعدم وجود 3.5 ميلي جاك. رابع موبايل معانا هو الشاومي مي ميكس 6 جيجا بايت فيرا. اول حاجة بتميز الموبايل ده ان الشاشة بتاعته بتيجي من غير بيزلز، يعني من غير حروف، يعني تقريبا الشاشة حجمها قد حجم الموبايل. وتاني ميزة هي 6 جيجا رامات اللي بتخلي المالتي تاسكينج كويس جدا، وكمان انه بيجي ببروسيسور سناب دراجون 821، واللي خلاص بقينا عارفين انه اعلى بروسيسور في السوق حاليا. وكمان نقطة بتميزه وهي الميو اي اللي عجب كل اللي جربوه، لانه بيديك كاستمايزيشن عالي وفي نفس الوقت خفيف، وده بيساعد في ان الموبايل يبقى سريع معك. اما بالنسبة للعيوب فاول حاجة انه مش بيجي بكارت ميموري، ولو اني شايف ان ال 256 جيجا تخزين اللي بيجوا في النسخة دي كافيين. وتاني عيب هو الشاشة، لان الحجم الكبير للشاشة ده هيؤدي لكثافة بكسلات قليلة توصل ل 362 بكسل بير انش، وبرضو الحجم ده هيؤدي لان البطارية تخلص بسرعة حتى لو انها 4400 ملي امبير. خامس واخر موبايل معانا هو الجالاكسي S7 Edge، وفي رأيي هو احسن موبايل في القايمة، ولو ان البروسيسور بتاعه سناب دراجون 820 مش 821، ولكن ده لاسباب كتير، اولها
الشاشة. شاشة الـ S7 Edge هي أفضل شاشة موجودة حاليا، التصميم بتاعه غاية الروعة، والإزاز في الظهر بيديك إحساس رائع وانت ماسك الموبايل. الكاميرا واحدة من أفضل الكاميرات الحالية، وفي الإضاءة المنخفضة هي الأفضل على الإطلاق بدون منافس، وبيجي في الموبايل هيت بايب عشان تساعد إن الموبايل ما يسخنش جامد. يمكن شفنا الموضوع ده في موبايلات تانية، ولكن ده يظل ميزة لأن الموبايلات التانية موبايلات تعتبر ضعيفة وملهاش سوق زي الـ S7 Edge. حتى التاتش ويز اللي فيه ناس مش بتحب تجيب سامسونج عشان خنيق، في الـ S7 Edge متحسن جدا. مميزات كتير تانية تقدر تشوفها في فيديو مراجعتنا للموبايل اللي تقدر تشوفه من علامة الاي اللي هتظهر هنا. طبعا اكيد في موبايلات ممكن تكون في دماغك انا ما جبت سيرتها، ولكن ده عشان زي ما قلت في اول الفيديو يعتبر تفضيلنا الشخصي. شكرا على المشاهدة، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة لو ما كنتش مشترك، وياريت لو عندك اي تعليق نشوفه في الكومنتات، وبرضه تقدر تتابعنا على السوشيال ميديا من اللينكات في الديسكريبشن تحت الفيديو. اشوفكم الحلقة الجاية ان شاء الله. سلام.